مهاتما غاندي يقول: ستحصل على أفضل ما في الناس عندما تعطيهم أفضل ما فيك. وقال أيضا: لن تعرف الشخص المهم والذي لا غنى عنه في حياتك حتى تفقده فعليا. وقال: لا أعرف خطيئة أعظم من اضطهاد بريء باسم الله. وقال أيضا: ما أفضل أن يخرس المرء عن ذكر الحقيقة إن لم ينطقها بلطف. لا تندم، لا تندم على نية صادقة منحتها ذات يوم لأحد لم يقدرها، بل افتخر، افتخر أنك كنت وما زلت إنساناً، إنساناً يحمل قلباً من ذهب. وقال أيضاً: لن أندم على أي شخص دخل حياتي ورحل، فالمخلص أسعدني، والسيء منحني التجربة، والأسوأ كان درساً لي، أما الأفضل فلن يتركني أبدا. وقال أيضا: لا تتمادى في إغلاق عينيك من الحزن، فربما تمر من أمامك فرحة ولا تراها.